السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفنا في الحلقة السابقة عن الحروف الزائدة مع الكلمة اللي هي حرف الواو وحرف الفاء، وقلنا دائما يأتوا في حالة الفتح. دائما يأتوا في حالة الايه؟ الفتح. طيب هنزود النهاردة أو اليوم الحلقة دي نفس الحروف دي، ولكن هنزود عليها كمان حرفين، حرف الباء وحرف الكاف. ركز معايا، انا قلت في الحلقة السابقة لما اقول ايه وس السين، السين ركز معايا، السين جت ساكنة بعد حرف الواو واسمع، هشيل الواو هحذف الواو، او قال لي فاسمع هشيل الفاء واحط الف مكانها الاول. إذا قرأت سليمة بالألف يبقى الواو دي أصلا أو الفاء دي زائدة عن الكلمة، ما حذفش الألف. تمام؟ طيب ركز معايا، مش هيقول لي واسمع، مش هيقول لي بقى سين تنطق مرة واحدة، لا هيقول لي، هينطق لي الحرف الزائد مع السين، أو حروف تانية هقول لك عليه مع التاء والثاء اللي هي حروف اللام الشمسية، مع التاء والثاء والدال والزال والراء والزاي والواو والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. 14 حرف من حروف اللام الشمسية هينطق لي فيهم الحرف الزائد، لكن هيزود لي. لما انا قلت الحلقة اللي فاتت ايه؟ واسمع واسمع، واو نطقت الواو، ونطقت السين كم مرة؟ واسمع، سين نطقتها مرة واحدة صح؟ تمام. هنا هيقول لي بقى وسا والسمك، لا بلاش والسمك، والسماء، والسا وس، ما اعملش بقى وس لا خالص، وس واسماء، لا دي اسمها ايه؟ وس وس ماء، هو ما قاليش واسماء، قال لي والسماء والسا، نطق الواو مرة واحدة، أيوة مرة مفتوحة، أيوة مفتوحة. طيب ونطق الحرف اللي بعد الواو مرة واحدة؟ لا يا أستاذ مرتين. إذا نطق حرف الواو أو الفاء أو الباء أو الكاف، الحروف دي تتحفظ كويس جدا ماشي، الواو والفاء والباء والكاف، إذا نطق حرف من الحروف دي في بداية الكلمة ونطق الحرف الذي يليه اللي هيتقال بعد الواو مرتين اتنين، اعمل حسابك على طول ان في هنا الف ولام، في هنا الف وايه؟ ولام ماشي. هنكتب الكلمة، بيقول لي والسماء، انا كنت عارف يا استاذ الكلمة اصلا من قبل الواو دي كانت بالشكل ده، كانت بالشكل ده يا استاذ انا عارفها، كلمه فيها لام شمسيه. طب ايه عرفني ان كلمه فيها لام شمسيه؟ اصل السين اللي بعد الالف واللام يا استاذ عليها شده، طالما الحرف اللي بعد الالف واللام عليه شده يبقى الكلمه دي فيها ايه؟ لام شمسيه. يعني ايه لام شمسيه؟ يعني اللام يا استاذ مش هنقراها خالص، لا تقرا ولكن تكتب. تمام. طيب هاجي اقول بقى هنا، مش دي السماء؟ طب هنا بقى والسماء والسماء، مش عارف يا استاذ، ماشي مش عارف اذا كان هتحط فيها لام ولا مش لام، هنقراها زي ما الاستاذ قال وهنكتبها زي ما الاستاذ قال. قال لي ايه؟ والسماء، قال الواو ونطق السين وس ساكنه، ونطق السين كمان مره مفتوحه وس والسماء ماشي،
وانا مش عارف. طب انا هشيل الواو الزائدة، اصبحت الكلمة ايه؟ ها؟ سين عليها سكون وسين عليها فتحة ومد بالالف والهمزة اللي على السطر. اتفقنا في الحلقات السابقة والحلقات ان شاء الله القادمة استحالة ان اول حرف في الكلمة يأتي مسكن، لا يمكن. لا يمكن تلاقي اي كلمة في اي في ال 12 او 13 مليون كلمة في اللغة العربية يأتي بداية الكلمة حرف مسك. شوف انا لما شلت الواو ما ينفعش، ما اعرفش اقراها اساسا، ما اعرفش انطق السين عليها سكون خالص. هقول ايه؟ ساسا ما تنفعش، ما تجيش، ماشي. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ ركز معايا. اذا الاستاذ قال لي اكتب ما يملى عليك والسماء، ركز معايا، وبس يا استاذ. لا طب بلاش، انت تكتب لي والسماء، وانت تكتب لي فالسماء، وانت تكتب لي بالسماء، والرابع يكتب لي كالسماء. كل واحد يكتب حرف زائد نفس الحروف دي مع الكلمة، ركز معايا. سواء الواو او الفاء او الباء او الكاف او الكاف، لو جم في بداية الكلمة والحرف اللي بعدهم اتكرر يا حبيب قلبي مرتين، يبقى الكلمة لازم يكون بعد الحرف الزائد ألف ولام. لازم نكتب بعد الحرف الزائد ألف ولام. يعني ايه؟ هقول اهو، بلاش والسماء، قال لي ايه؟ والنجم، 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 والنا، والنا. انا عايزك تتأكد من مخرج الحروف، ما تقرأش بسرعة عشان ما تغلطش، ما تقولش والنجم وتنطق النون مرتين من غير ما تاخد بالك ان هي منطقة مرتين. ننطق واحدة واحدة، والنا، والنجم، والنا. نطق الواو والحرف اللي بعد الواو اللي هو حرف النون نطق كم مرة؟ مرتين. فالنجم، نطق الفاء مفتوحة، فنا ونطق النون برضو مرتين. في حرف الباء بقى الزائد، ماشي، ما بيجيش مفتوح يا حبايب قلبي، بيجي تحتيه كسرة. بيجي تحتيه ايه؟ كسرة. يبقى لو نطق حرف الباء قال لي ايه؟ بالنجم، بالنا، بي، الباء تحتها مكسورة ايه؟ بي. نطق بعد الباء كم الحرف النون كم مرة؟ مرتين. كالنجم، الكاف مفتوحة اهي، يبقى أنا ما عنديش إلا حرف الباء بس هو اللي بيجي مكسور. كالنجم، الكاف أهي مفتوحة، وقال إيه؟ كان، ما قالش كا بس، قال لي كان، ده نطق نون مع الكاف أهو. كنا، كنا، يبقى النون نطقت مرتين، مرة عليها سكون ومرة عليها الايه؟ الحركة بتاعتها سواء مفتوحة أو مكسورة، ماشي؟ يبقى أنا عندي الواو الزائدة والفاء والباء والكاف، أربع حروف يأتوا كثيرا مع الكلمة، والزائد دائما بيأتي في أول الكلمة، ما يجيش في آخر الكلمة، الحرف الزائد يأتي في آخر إيه؟ في أول الكلمة. أما الضمائر تأتي في نهاية الكلمة، الضمير المتصل يأتي في نهاية الكلمة. وجهه، كتابه، الهاء أهي ضمير، كتابها، الهاء دي ضمير، تأتي في بداية الكلمة. أما الحرف الزائد من الحروف الأربعة دول لابد أن يأتي في أول الكلمة. طب إذا أتى في أول الكلمة أنا على طول هستمع، لازم أستمع كويس عشان أكتب كويس، أكتب ما يملى عليك وأتملى كويس، إملى كويس، لازم أستمع كويس للمعلم اللي بيقول الكلمة، ماشي، وخرجها زي ما هو خرجها بالظبط، والحرف اللي يخرج يتكتب.
فانا بقول ايه يا استاذي؟ كلكم اساتذه افاضل وان شاء الله هتتعلمهم، بس انا بخش معاك يعني في الكلمات، في منها السهل وفي منها مش هنقول صعب، لا في منها عايز تفكير شويه وجهد عشان اقدر اقرا كل حاجه. ما يجيش واحد يقول ايه انا بقرا الكلمه اللي من ثلاث حروف بس. صح. واحد تاني قال لي انا بعرف اقرا اللام القمريه وما اعرفش اقرا اللام الشمسيه. صح ماشي، احنا عايزين بقى نقرا كل حاجه. فانا بديكم والله 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 الخبره دي اللي اتعلمتها اولا بفضل الله ثم من اساتذتي اللي علموني، وهذا هذا العمل ثواب رحمه لامي وابي واموات المسلمين وهدايه لاولادي واولادكم واولاد المسلمين. ماشي، نكمل ونقول حرف الواو او الفاء او الباء المكسوره، الباء المكسوره يا حبايبي والكاف. اذا نطق حرف الواو في بدايه الكلمه ونطق بعده حرف مرتين اتنين يبقى احط هنا الف ولام على طول بعد الواو. ماشي، وكمل بقى الالف واللام دول هحطهم اصلا في الاول، دول زياده هم. وكمل بقى، هو كان بيقول لي ايه؟ والنجم، احط النون. ها ها، اذا نطق حرف الفاء وحرف الفاء بعديه نطق حرف مرتين يبقى احط الف ولام. نضع الف وايه ولام وحرف الفاء قبليهم، بس حرف الفاء هسيبه لوحده؟ لا، هشبكه في الالف لان الالف يتصل بما قبله، انما هنا الالف ما ينفعش يتصل بالواو لان هما الاثنين اخوات. ماشي، حرف الباء المكسوره اذا نطقت في بدايه الكلمه وجاء بعدها بعد الباء في النطق في النطق في المخرج وجاء بعدها الحرف اللي بعد الباء المكسوره مرتين يبقى في الف ولام برضو. ها، وايه بقى؟ وزود الباء في الاول. الباء تشبك ولا ما تشبكش؟ زي الفاء بالظبط، تشبك. حرف الكاف المفتوحة، حرف الكاف المفتوحة إذا نطقت في بداية الكلمة وبعد نطق الحرف الكاف نطق حرف آخر مرتين مرتين يبقى هحط برضو ألف ولام. نضع ألف وإيه ولام ونحط الكاف ونشبكها. ماشي تمام، ركز معايا بقى. هيقول لي إيه؟ والنجم، نطق الواو، نطق الواو والحرف اللي بعد الواو ايه مرتين، فانا حطيت الف ولام والنا نا اهو نا، بس النون هنا بقى نا، يبقى النون عليها فتح، يبقى شده وفتحه، شده وايه وفتحه. ليه؟ لان نطق للحرف الواو والحرف اللي بعد الواو ده اهو ده نطق مرتين. والنج ج ج الجيم والنجم، والنج الجيم اهي والنجم. ماشي، نفس الكلام فالنجم، نفس الكلام فن نون اهي وعليها برضو شده وفتحه لان الحرف كده نطق مرتين. فالنجم ها، بالنجم بالنجم كالنجم ركز معي ركز معايا. يبقى انا عندي حروف زائده بتاتي اللي هي الواو والفاء والباء والكاف. الحروف الزائده عندي اذا نطق حرف الواو في بدايه الكلمه، الزائد دايما في بدايه الكلمه والضمير دائما في نهايه الكلمه. اذا نطق حرف من الحروف الاربعه في بدايه الكلمه ونطق حرف بعد الواو او الفاء او الباء او الكاف، الحرف ده ينطق مرتين بعدهم يبقى على طول في الف ولام، وهذه الكلمه على طول بنقول عليها لام شمسيه،
لام ايه؟ الكلمة بها لام ايه؟ شمسية. يبقى انا حطيت ما اكتبش كده بقى، ما اكتبش واحد تاني يقول ايه؟ اقول لي قول لي والنجم، روح جاي عامل لي كده. والنجم. لا خالص ما ينفعش بقى. أنا عايز، أنا بعلمك عشان تركز وتتعلم مني. زي ما أنا اتعلمت من أساتذتي. وصلكم؟ نفس الحروف دي بتيجي بس ما بينطقش بعدها الحرف مرتين، بينطق بعدها حرف اللام. بينطق بعدها حرف اللام. حرف اللام؟ مش معنى حرف اللام يعني ما ينطقش الا اللام؟ ايوه اللام. نفس الحرف الواو نطقت بعدها حرف اللام مرة واحدة. مرة واحدة. قال لي ايه؟ والولد. رحت جاي اعمل له كده. وال هو اللي قال لي والولد. وراح جاي عامل لي كده. ليه يا استاذ؟ والولد. والولد جميل. والولد جميل. هشيل الواو. اهي. دي اسمها ايه؟ لولد. لا ده ما تنطقش خالص. ركز معايا. نطق حرف الواو. و. ونطق الحرف اللي بعد منه حرف اللام بس لابد هينطقه على سكون. وال. يبقى اللام على سكون. اهي. زي ما هو ايه؟ والولد. و. لد. الواو يا استاذ انت قلت ممكن تكون زائده عن الكلمه، يعني ممكن نحذف. احذف. ها؟ هتنطق دي ايه بقى؟ اوعى تقول لي لولد. لان لو قلت لي لولد يبقى اللام هنا انت كسرته. بس اللام هنا مش مكسوره، ده عليها سكون. ولا يمكن نطق اي كلمه بدايتها حرف ساكن. لا يمكن نطق اي كلمه بدايتها حرف ساكن، يبقى اكيد الكلمه ده ناقصها حاجه. لازم يكون ناقصها حرف، لازم. يبقى انا هعمل ايه يا حبايب قلبي؟ ركز كويس جدا. قال لي وال وال وال. ساعة ما ينطق الواو حرف اللام، انا بحدد اهو حرف اللام، اذا نطق مع الواو والفاء والباء والكاف، اذا نطق حرف الواو مع اللام او حرف الفاء مع اللام او حرف الباء مع اللام او حرف الكاف مع اللام، بشرط ان تكون اللام ساكنة. وال فل بل كل، كل دي في النطق اللام طلعت ساكنه. وال وال اهي. وال اللام ساكنه. فل. نمسح دي بقى. فل. اللام ساكن. بل. بل اللام ساكن. كل. اللام ساكن. نطق الاربع حروف وبعدهم نطق حرف اللام ساكن. اذا نطق حرف الواو واللام بعدها ساكن، او نطق حرف الفاء واللام بعدها ساكن، او حرف الباء واللام بعدها ساكن، او حرف الكاف واللام بعدها ساكن، يبقى لابد ان الكلمه دي بعد الواو في الف، مش الف ولام بقى، بعد الواو في ايه؟ في الف. يعني ايه؟ قال لي ايه؟ والولد. هنشيل ده كله بقى كده، هنشيل ده كله كده، واقول له بقى حاضر عينيا هكتب لك كتابه صح يا استاذ عشان انا فهمت الدرس، ويا ريت اللي ما قدرش يستوعب الدرس، انا عارف ان هو كبير شويه، ها؟ يا ريت يهدأ شويه ثم يستعيد
سماع الدرس مرة أخرى، مرة واتنين، ويا ريت اللي بيقول يكتب. أنت تقول، أنا بقول وأنت تقول ورايا وتكتب ورايا. الكتابة الكثير الكثيرة والقراءة الكثيرة تهيئك كويس جدا لإملاء صحيحة وقراءة سريعة. طيب، قال لي والولد، وال أهي وال وال والولد، وال نطق لي اللام عليها سكون بعد الواو، يبقى قبلها ألف. وقال لي فالولد، فال نطق الفاء واللام بعدها ايه؟ واللام عليها سكون بعد الفاء، فال يبقى قبلها ألف. ألف ازاي؟ أشبكه؟ أيوه طبعا تشبكه أهو. ها؟ بالولد، نطق الباء وبقى نطق بعد الباء نطق ايه؟ اللام عليها سكون، يبقى برضو قبلها ألف، قبل اللام ده ألف أهو. نطق الكاف كالولد، نطق الكاف وبعد الكاف نطق اللام عليها ايه؟ أمسينا وأمسينا كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وبعد الكاف نطق ايه؟ اللام عليها ايه؟ سكون، يبقى لازم يكون في ألف الأول قبل اللام. لو أنا بقى حذفت كل الحروف الزائدة ما غيرتليش الكلمة خالص، هحذف الواو الولد، ما هو قال لي والولد الولد، هحذف الفاء الولد، هحذف الباء الولد، هحذف الكاف الولد. طب بس هو نطق لي ايه؟ اللام عليها سكون يا استاذ. ايوه عليها سكون. طب امال لما لو كان، امال هنا نطق لي الواو والحرف اللي بعد الواو مرتين عشان دي لام شمسيه، امال دي ايه بقى يا حبايبي؟ ها؟ لام قمريه، لام قمريه اتصل بها حروف زائدة، اللام القمرية اتصل بها حروف ايه؟ زائدة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أي درس أنتم عايزينه، أتمنى والله أنا بحب التعليقات دي، أي درس أنت عايز تفهمه كويس اكتبه لي، قول لي أنا مش فاهم كذا، يعني قول لي أنا عايزك تشرح لي الدرس اللي بيتكلم عن كذا، وأنا عنيا الاتنين مش هتأخر عنكم. ورقمي 010-211-69941، ولو هو على الواتس اللي خارج مصر بحط ايه؟ زائد الاول، زائد وازود اتنين. تمام يا حبايبي؟ خلاص؟ والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.